بسم الله، هنشوف ايه اللي هيحصل لو احنا ساحبين ملف لينك وعايزين نتعامل معاه. اولا هتلاقي من بروجكت براوزر، هتلاقي الملف موجود هنا، تمام؟ لو هو مش مسحوب هتلاقي عليه علامة اكس، فممكن تقول له ريلود او ريلود فروم، وتحدد هو متحمل فين المسار بتاعه. وممكن من انسيرت تيجي مانج لينكس، هتلاقي الملف موجود هنا، لو هو ريفت، لو هو اي اف سي هتلاقي هنا، لو هو اوتوكاد، لو هو دبليو اف مارك اب، لو هو بوينت كلاود هتلاقي موجود هنا. طيب دلوقتي لو انا عايز اتعامل مع الملف دوت، بلاقي ان هو كتلة واحدة، مبقدرش اعمل سيلكت على الحائط، مبقدرش اتعامل مع الخطوط جريد بتاعته، تمام؟ فاعمل ايه؟ هروح للكولبريت واقول له كوبي مونيتور، واقول له سيلكت لينك، وابدا اختار اللينك من هنا، واقول له كوبي، وابدا اختار ايه اللي انا عايزه معايا من الملف، اي حاجه انا عايزها هبدا اعملها. لو انا عايز كذا حاجه اختار مال تيبل، واقول مثلا عايز ديت، وادوس كنترول عشان اختار كذا حاجه. وبعد ما اختار كل اللي انا عايزه هقول له فينيش في الزرار اللي تحت دوت، تمام؟ وبعد كده اجي تاني ارجع للكور مونيتور واقول له فينيش مره كمان، تمام؟ وهنا اقول له من اوبشن، هدخل هنا. هنا بيقول لي انت عايز الاوريجينال اللي هو موجود في الملف اللي انا سحبه لينك يتحول لايه. ممكن اقول له اي حاجه من هنا، او اقول له كوبي اوريجينال، طيب انسخ الحاجه زي ما هي، او ما تنسخهاش خالص، او اديها التايب دوت. يعني ممكن يكون التايب ده الموجود هنا مش موجود عندي في الملف دوت، فهو بيقترح عليا ان انا احط له حاجات تانية، اقول له لا انسخ الاصل اللي هناك. نفس الموضوع في الجريد، تبدأ تختار الالوان اللي انت عايزها، الكولوم تبدأ تشوف ايه اللي انت عايز تسحبه، الوول تبدأ تشوف الوول ده، اقول له كوبي اوريجينال تايب، يعني انسخه زي ما هو ما تحولوش. الفلور برضو كل حاجه اقول له خليها زي ما هي او زي ما انا عايز، مفيش مشكله، واقول له فينش. كده يبقى الملف موجود معايا وحاسس بالاجزاء اللي انا خدتها معايا، ان الجزء دوت موجود في الملف اللي انا سحبه لينك، ودلنا ظهر المونيتور دي حاجه خاصه بالحاجات اللي انا سحبها. طيب لو انا عايز اسحب الليفيشن، هاجي من النورس هنا، يبقى انا كده شايف الملف بتاعي وشايف الملف اللي هناك. هبدأ أقول له أنا عايز برضو نفس الفكرة، كوبي سيلكت لينك، راح مختار الملف كله وأقول له كوبي، وأبدأ أختار الليفيشن بتاعي، تمام؟ مال تيبل، وأحدد الحاجات اللي أنا عايزها، بعد كده أقول له فينش وفينش تاني وخلاص. يبقى أنت كده سحبت الملفات دي عندك، وتقدر تتعامل معاها وتقدر كأنها جزء من الملف بتاعك. أنا لا أعلم.